هي أولى جلسات البرلمان الليبي الجديد الرسمية منذ انتخابه يونيو الماضي في مدينة طبرق شرقي البلاد. انعقدت الجلسة الأولى بعدما صعب القتال المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع من تنظيمها، جلسة جاءت بدعوة من نواب سابقين للإسراع بحقدها نظرا للوضع المتأزم الذي تعرفه البلاد. والأمل هنا أن يساهم البرلمان الجديد في إنهاء الخلافات السياسية بليبيا. إذن هي ترقبات وآمال يرسمها كل من الشعب الليبي والدول الغربية التي سحبت دبلوماسيها ومواطنيها من البلاد بسبب العنف، عنف تزداد وتيرته يوما بعد يوم، إذ يستمر القصف الصاروخي والمدفعي في أنحاء جنوب طرابلس، حيث تتقاتل ميليشيات لإزاحة ميليشيات منافسة، والنتيجة مئات القتلى. المعارك الضارية تستمر، والنيران في ليبيا تشتعل، ومصر تقترب من الحل العسكري، فقد حذر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية مما سماها إمكانية لجوء مصر للدفاع عن نفسها في حال استمرار الاضطرابات على الحدود الليبية.